حياكم الله. منذ بداية استلام المهام للحكومة الحالية أمهلت المعنيين في الكابينة الوزارية من الوكلاء والوزراء والمديرين العامين مهلة 3 أشهر إلى 6 أشهر لمتابعة أداء عملهم خلال هاي المدة اللي مضت. الحكومة تعمل على إزالة العقبات من الفاسدين والمتلاعبين بمقدرات الدولة واستبدالهم بالأجدر والأكفأ. هاي الخطوات اللي صرح بها السوداني يوم أمس بأنها مدروسة، بالمقابل تمت وفق مؤشرات توضح مستوى الفساد اللي قبعوا به المعنيين بالإعفاء من مناصبهم. بالتالي الاستمرار بهاي الخطوات يعد ضمن خطط معالجة الواقع ومكافحة الفساد. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة راح نتحدث عن سجل العدو الإسرائيلي. قبل أيام حقق فيستا الأكبر في سجل الإجرام ضد الفلسطينيين منذ اعتلاء الحكومة اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم. قفزة يبدو أنها مدفوعة بعاملين رئيسين، أولهما استمرار تمدد حالة المقاومة انطلاقا من مخيم جنين، وهو ما يمثل تطور بالغ الخطورة بالنسبة للكيان الإسرائيلي. أما ثاني العاملين المذكورين فهو توقع مؤسسات الاحتلال الأمنية موجهة أو موجة تصعيد فلسطيني كبرى مع اقتراب حلول شهر رمضان، وهو ما قد يغريها بالوصول إلى أقصى حدود القتل حاليا قبل بلوغ تلك المدة. وكانت أيضا الأسباب مهما كانت فإنه ما يقوم به العدو اليوم تلاعب خطير ربما يسرع من الانفجار الشامل والدفع نحو المواجهة الكبرى. هذه ملفات في حصادنا لهذه الليلة راح نتابعها ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تتفضلوا من بقاء ويانا ومتابعتنا. وفق ما صرح به رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني بخصوص تغيير من لا يقدم حلولا للمشاكل العالقة في الحكومة الحالية، يتم إعفاء هذا الشخص المعني من منصبه. مراقبون رأوا أن هذه القرارات الحازمة تدل على قوة الحكومة الحالية وحديتها بمتابعة سير العمل، وكذلك حرصها على تقديم الأفضل للمواطن. مشاهدين خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل هشام مري. عمل كبار المسؤولين والوكلاء تحت مراقبة لجنة التدقيق والمتابعة التي شكلها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لتقييم أداء مهام الكابينة الوزارية للحكومة الحالية. قبيل انتهاء هذه المهلة تمت العديد من التغييرات في المناصب الإدارية وفق مؤشرات صريحة للفساد والتماهل في أداء المهام الحكومية، حيث تم إعفاء العديد من المحافظين وآخرون بالانتظار تباعا. أعتقد أن المهلة التي أعطاها الوزراء وإلى بعض المدراء العامين هي من أجل تصويب العملية السياسية وتقديم الخدمات للشعب العراقي. لذلك نعتقد أنه السيد السوداني اليوم أمام مفصل تاريخي مهم، بحيث أنه يجب أن يعالج الإخفاقات الاقتصادية الكبيرة التي حصلت في الشارع العراقي. هنالك حقيقة يعني شعب ينتظر بعض الإجراءات. تقييم عمل الكابينة الوزارية جاء ضمن البرنامج الحكومي ووفق توقيتات زمنية محددة لمراقبة عمل الوزراء والمديرين العامين وفق ما تم تنفيذه للمنهاج الوزاري المقرر من تقديم خدمات عامة تصب في مصلحة المواطن. بالوقت الذي جرت خلال هذه المدد الزمنية تقديم تقارير لأداء المهام والتي تم على أساسها إقالة بعض المقصرين واستبدالهم بالأجدر والأكفاء. 3 أشهر أو 100 يوم كانت مهلة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني إلى الكابينة الوزارية، ومن ثم سوف يبدأ تقييم أداء هؤلاء الوزراء. يرى المراقبون أن مشروع الحكومة الذي تمثل بمتابعة سير عمل برنامجها لا يتم إلا عن طريق إبعاد المقصرين بالواجبات الحكومية كخطوة نحو اقتلاع جذور الفساد المتراكم في الحكومة السابقة، وهذا ما دأبت عليه حكومة الخدمات ضمن البرنامج الحكومي. في حكومة الخدمات عاصفة التغييرات الإدارية لا تبقي الفاسدين ولا تذر وفق مؤشرات مهنية خلال مهلة تقييم أداء المهام التي شارفت على الانتهاء. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد الدراسات. حياك الله دكتور ضيفا كريما. حيو.
أهلا ومرحبا بحضرتك، وكذلك أرحب بالأستاذ حيدر عرب الموسى ورئيس مركز القمة للدراسات. أهلا بك أستاذ حيدر، ضيوفا الكرام. أبدأ مع حضرتك دكتور محمود، نتحدث عن أن هنالك ترقب وتساؤل عمن سيقوم بتقييم الأداء، هل سيتولى هذه العملية رئيس الوزراء باعتباره على رأس الهرم السلطة التنفيذية في الحكومة، أم يعرض الأمر أمام مجلس النواب، أم كليهما وتكون هنالك لجنة محايدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وبرنامجكم الموقر، مشاهديكم الكرام، ضيفكم كل الكريم الأستاذ سيد حيدر الموسوي. شكرا لك سيدي الكريم. في كل البلدان المتقدمة عندما يفوز حزب ما أو كتلة ما في الانتخابات يتم ترشيح شخصية إلى منصب إما رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. هذا الرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هو من يتولى اختيار وانتخاب فريق العمل وصولا إلى أصغر موظف. السبب حتى يمكن محاسبة رئيس الحكومة بشكل مباشر دون الأسماء والعناوين الأخرى، بمعنى أن مجلس النواب كان قد صادق على مجلس الوزراء، والوزراء هم الذين يقومون باختيار موظفيهم في إدارة المؤسسات والوزارات. ضمن هذه المعادلة نقول أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الأولى أمام أي إخفاق، كما بالشكل العام تتحمل الأحزاب والكتل السياسية التي رشحت هذا الشخصية إلى المسؤولية الكبرى، لأنها ستكون إخفاقا سياسيا وليس فقط إداريا. السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني شخصية إدارية، وقال أن هذه الحكومة حكومة خدمات، منح الآن وقت أكثر من 100 يوم تقريبا. خلال هذه الفترة توفرت له فرصة جيدة للإطلاع على مجموعة على الفريق العمل الكامل من الموظفين، من الإداريين، من المدراء العامين ومن الوزراء أيضا وإداء كل وزارة. لكن المشكلة الأكبر، صحيح أن الرجل قد قال بعد ترشيحه بأن معظم الكتل السياسية قد تعاونت معه وليس هنالك من عوامل ضغط عليه، حتى أنه منح فرصة اختيار مجموعة من الوزراء في البعد الخدمي. لكن تبقى القضية، هل أن الكتل السياسية تتحمل أن السيد السوداني سيبدل هذا الشخصية أو ذلك من المدراء العامين ورؤساء المؤسسات والهيئات؟ هذا هو الأهم الذي يقع على الكتل السياسية، عليها أن تتقبل أن الرجل إذا أراد أن يعمل فعلى الجميع أن يتعاون معه. أقول أنه شخصية ناجحة ومدعوم من الشارع العراقي ومدعوم من الجماهير ومدعوم من الكتل السياسية، وهي فرصة أمام أن نرى إدارة ناجحة في العراق. نعم. طيب أستاذ حيدر، يعني تفضل الدكتور الهاشمي بهذه الملاحظات، وبالإضافة إلى ما تفضل به، يعني هل هنالك إمكانية من دخول الكتل السياسية على خط الضغوط سواء على رئيس الوزراء أم عبر التمثيل البرلماني لحماية وزرائها من المحاسبة أو الإقالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي وزميلي أستاذ أحمد، قناتكم مشاهديكم متابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم السيد الهاشمي. أنا أعتقد الضغوط هي ابتدأت مع بداية تشكيل الحكومة العراقية، شاهدنا هنالك بعض القوى السياسية التي تمسكت بالأسماء التي طرحتها وذهبت وغردت بعيدا عن إرادة أو مقترحات السيد السوداني، وكذلك أيضا عن آراء بقية القوى السياسية الأخرى، وتمسكت بهذه القضية أو تمسكت بهذه الأسماء وفرضت هذه الأسماء على السيد السوداني. لكن أيضا سوف تكون هذه القوى متمسكة ولن حقيقة تقبل بأن يكون هنالك استجوابا أو هنالك تقصيرا لهذه القوى، باعتبار التقصير والاستجواب لهذه القوى هو إسقاط لهذه القوى السياسية بأنها ليس لديها القدرة بتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي. لكن القضية مقسومة إلى اتجاهين، الاتجاه الأول هو التقييم من قبل حكومة السيد السوداني، باعتبار إذا ما رجعنا إلى المبادئ الأساسية التي اقترحها والذي تحدث عنها السيد السوداني، وكذلك الإجراءات التي قام بها بان تشكيله الحكومة وبعد تشكيله الحكومة بفترة عندما قدم
استمارة التقييم للمحافظين إلى مجلس النواب العراقي، وكذلك أيضا فتح هذا المجال بالتقييم للوزراء والوكالات، وأيضا عندما أعطى فترة 100 يوم للمدراء العامين وستة أشهر للوزارات لتقييم آدائهم وآداء عملهم. القسم الآخر حقيقة في هذه القضية هو آداء وواجبات مجلس النواب العراقي الذي يتكون من قوى سياسية معينة، باعتبار أنه مجلس النواب العراقي هو مجلس رقابي، وبالتالي أهم ركيزة وأهم حقيقة وظيفة يقوم بها مجلس النواب العراقي هو متابعة وتقييم حكومة السودان وتقييم آداء الوزارات وبقية التشكيلات الموجودة لهذه الوزارة. وبالتالي من حق مجلس النواب العراقي استجواب، استبيان، استيضاح، متابعة، وإذا ما وصل إلى قناعات معينة في هذه القضية وكان هنالك توافقا مع الحكومة العراقية لربما سوف نصل إلى إقالة لبعض الوكالات، الوزارات، المدراء العامين، تغييرهم في هذا الجانب، باعتبار نحن نعلم أن المدير العام من صلاحيات الوزير ومن صلاحيات رئاسة الوزراء تغيير المدير العام حسب الأطر الإدارية، لا يتدخل فيها مجلس النواب العراقي، لكن مجلس النواب العراقي يتدخل لديه السلطة بتغيير الوزراء والمحافظين باعتبار القانون والدستور العراقي يعطي هذا الشكل. ولكن سبق أن كانت في حكومة السيد الكاظمي هنالك لجنة لتقييم الأداء الوزاري وبقيت طلعت 17% في أحسن حالاتها. بطبيعة الحال سيدي الكريم الآداء والتطبيق البرنامج الحكومي وتقييمه لا يخرج من لجنة معينة مختصة من الحكومة العراقية، يجب أن يكون التقييم يا أما من مجلس النواب العراقي أو تشكل لجنة محايدة ما بين الفريقين لتقييم آداء الحكومة العراقية أو مدى تطبيقها للبرنامج الحكومي. وبالتالي كيف يستطيع شخص أن يقيم نفسه؟ بطبيعة الحال السيد الكاظمي كان يقيم نفسه بنسبة كبيرة جداً في هذه القضية باعتبار هنالك لجنة خاصة به قيمت أداء حكومة السيد الكاظم أبان تلك الفترة، لكن بقية القوى السياسية مجلس النواب العراقي بعض اللجان الأخرى أعطت النسبة التي تحدثت عنها. وبالتالي إذ ما أردنا أن نخرج حقيقة ببناء حقيقي وبرؤية حقيقية للنهوض بتطبيق أو النهوض بالواقع الخدمي العراقي والنهوض ودعم الحكومة العراقية من أجل تقديم هذه الخدمات للمواطن العراقي وإنجاح أدائها، يجب أن تكون هنالك متابعة حيادية، يجب أن يكون هنالك المتابعة والتقييم بشكل حقيقي وبشكل واقعي عن الأداء على أرض الواقع ومتابعة هذا الأداء. هل فعلا أداء الحكومة العراقية بجميع مؤسساتها كان أداء حقيقيا بعيد عن المجاملة وبعيد حقيقة عن تغطية الأخطاء التي لربما تقع بها هذه الوزارة أو تلك الوزارة؟ يعني أيضا هذه الأخطاء أستاذ حيدر، عفوا المقاطعة دكتور محمود، يعني تفضل السيد حيدر عرب الموسوي بأن هنالك أخطاء وهنالك تقييم أداء وهنالك محاسبة إدارية، نتساءل هو فقط إعفاء وعزل من هذا المنصب أم أن هنالك أنواع عدة لربما تكون عزلا سياسيا، محاسبة قانونية، دعاوى جزائية على المقصرين ومن لديهم ليس فقط قصور بل حتى شبهات فساد إداري أو مالي؟ يعني ليس من صلاحية السيد رئيس الوزراء أن يعاقب أحد سياسيا، هذا واجب الكتل السياسية بشكل عام، أما إذا ارتكب شخص ما بمنصب ما خطأ يحاسب قانونا وفق الخطأ الذي ارتكبه. إذا كانت القضية فيها فساد مالي وإداري أو تجاوز على القانون هذا يحال إلى المحاكم ويعاقب، وإذا كان يعني تدخل في البعد القضائي. أما إذا كان هنالك أخطاء إدارية وتلكؤ في العمل فهذا طبعا من واجب السيد رئيس الوزراء أن يعاقبه إداريا، كأن مثلا إذا هو مدير عام ينزل إلى مستوى أقل وهكذا. والأكبر من ذلك إذا كان هذا المدير أو المسؤول كان مقصرا في واجبه وهذا على حساب الشعب وعلى حساب الدولة وسمعة البلد يجب أن يعاقب وفقا لحجم الخطأ الذي ارتكبه. لا يكفي أنك تقيل هذا المدير أو هذا المسؤول من منصبه وهو محمل بالأخطاء وقد يكون سببا في خطأه في كثير من يعني على حساب الشعب وعلى حساب حتى سمعة رئيس الوزراء وعلى فريق العمل بشكل عام. ولذلك نقول يا للسيد رئيس الوزراء يجب أن يكون حاسما في هذا الموضوع. هذه الفرصة التاريخية التي منحت للسيد
رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لم تمنح إلى سواه من المسؤولين من قبل. السبب أولا هنالك رضا من الكتلة الأكبر وهي التي جاءت به إلى هذا المنصب والاختيار. ثانيا أن الكتل الأخرى التي تقع في دائرة المعارضة أيضا ليست عليها ملاحظات كثيرة، والدليل حتى هذه اللحظة لم يمسس أحد منهم، أحد يعني شخصيات المعارضة، بسمعة السيد السوداني، بل الجميع وافق عليه. أقول بعد أكبر من ذلك، لديه عمق جماهيري. هذه الفرصة أيضا أضف لها أن التحولات الدولية خففت من الاختناق أو الخناق على العراق. الآن الحرب الأوكرانية الروسية خففت من الضغط الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، وهي فرصة جيدة الآن للإفلات من هذه القبضات الاستكبارية والذهاب إلى مشروع نهضوي اقتصادي سياسي في العراق يقوده السيد السوداني. ولذلك هذا اليوم الواحد إذا ما تأخر السيد السوداني يوما واحدا عن مشروعه سوف يؤثر عليه في المستقبل، لأن الأمم تمنح فرصة، وهذه الفرصة إذا ما فاتتها فهي كالسحاب قد تمر مرة ولا السحاب تمطر على أرضه. دكتور، يعني أشار الأستاذ حيدر عراب إلى أن من يحاسب أو يتابع البرنامج الحكومي، هل هي الحكومة تتابع نفسها؟ وهنا نشير يعني كيف يمكن متابعة الأداء الحكومي في إطار البرنامج الحكومي، شنو اللي يتحقق منه، ما لم يتحقق، كيف يمكن مساءلة الحكومة برئيسها أو بوزاراتها، محاسبتها على التلكؤ اللي راح يكون في تنفيذ المشروعات اللي اعتمدتها وثيقة البرنامج الحكومي. أحسنت. أولا مجلس النواب باعتباره هو أعلى سلطة، ونحن بلد يعتمد النظام البرلماني، فأقول أن مجلس النواب باعتباره هو جهة رقابية مراقبة لإداء الحكومة، أن يكون مراقبا بمهنية وبوطنية إلى إداء الحكومة. ممكن أن يستقدم، أن يستضيف، أن يستجوب أي شخصية، أو أنه يثبت ملاحظاته بعيدا عن الجانب السياسي في هذا المجال، لأن الإداء الحكومي يحتاج الحقيقة شيء ما إلى المهنية. ثانيا الجهة الأخرى التي تراقب هو الإعلام. يجب أن يكون الإعلام حاضرا في مراقبة إداء الحكومة مثل ما نفعل الآن جميعا، أقلامنا وكاميراتنا تتوجه وتتحرك لمراقبة إداء الحكومة، إن كان إيجابيا فتدعم هذه الإيجابية وتدعم عمل الحكومة، وإن كان سلبيا أن تعرض، وهي مسؤولية كبيرة للإعلام أن يكون منصفا في التعامل مع إداء الحكومة. الثالث هو الشعب. الشعب أيضا يكون مراقبا، ويجب أن يراقب بحساسية دون قضية سياسية أو بعدا سياسيا، والشعب فعلا مراقبا، ولذلك يظهر كثير من الأخطاء. يعني الموظف النبيل الوطني الموجود في أي دائرة ما عندما يبلغ عن خطأ ما، عن فساد ما، عن قضية ما، إنما هو يمارس عملا وطنيا وأخلاقيا لشعبه ولوطنه. نعم. طيب أستاذ حيدر، يعني بالحقيقة أنه ليست الغاية هي كتابة منهاج وزاري حتى يصوت على الحكومة داخل مجلس النواب والسلام. احنا عندنا يعني كابينة وزارية ورئيس وزراء كلف باختيار هذه الكابينة، واشترط عليها أن تكون حكومة خدمات. هذا الاشتراط من قبل الإطار، والإطار هو نواة تحالف قوى الدولة أو إدارة الدولة بالأصح. فإذا هذه التراتبية نتحدث هنا عن الأهداف اللي تتحقق، الأهداف غير المتحققة، المدد الزمنية في تحقيق هذه الأهداف، نتحدث عن 90-100 يوم لهذه الحكومة، ولحد هذه اللحظة اليوم تحديدا تم افتتاح الخط السريع الدورة يوسفية، وهذا المشروع اللي بقى متلكئ لسنوات عديدة، ولكن نشوف أكو لما يكون هنالك إصرار من قبل الحكومة على تحقيق هكذا إنجازات حيوية، كيف تنظر إلى هذا الأداء؟ بطبيعة الحال شعار الحكومة العراقية والذي كان مدعوما حقيقة من القوى السياسية التي رشحت السيد السوداني لتشكيل هذه الحكومة بأن تكون هذه الحكومة هي حكومة خدمات. إذن نحن نحتاج إلى أدوات حقيقية لتطبيق هذا الشعار،
ومن هذه الأدوات التي اقترحت من قبل القوى السياسية وكذلك من قبل الحكومة العراقية المشكلة حديثا هي البرنامج الحكومي. البرنامج الحكومي هو ليس شعارات وليس أيضا حقيقة مادة حبرية على ورق ما، وهذا ما شاهدناه لبعض الحكومات عندما كانت تكتب برنامجا حكوميا يصلح أن يكون مجلدا. الآن هذه الحكومة اختارت أن تكون أو أن يكون البرنامج الحكومي مبنيا على أساسيات، لربما هذه الأساسيات 5 إلى 7 نقاط أساسية، وكيف يستطيع حقيقة الفريق الحكومي الوصول إلى هذه النقاط. نعم هنالك حقيقة بعض العقبات التي واجهت والتي ستواجه الحكومة العراقية وتعرقل أو تحد من تقدمها في العمل وكذلك الآليات لتطبيق هذا البرنامج الحكومي. الحكومة اخترت مسارين، المسار الأول هو بناء علاقات حميمية وجيدة مع دول الجوار والدول الكبيرة التي لها حقيقة باع كبير والتي تستطيع أن تكون عونا للدولة العراقية لبناء أو لتطبيق هذا البرنامج الحكومي. هذا جانب. الجانب الثاني هو الاعتماد على الذات وعلى النفس وعلى التوافق وتذليل حقيقة المشاكل التي تعصف أحيانا ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أو ما بين الحكومة والمحافظات الأخرى أو القوى السياسية الموجودة، إذ ما كانت قوى كردية أو سنية أو شيعية. وبالتالي أيضا هذه النقطة من النقاط الأساسية لتطبيق البرنامج الحكومي، باعتبار إذ ما كانت هنالك حقيقة تقاطعات سوف تؤثر أو سوف تدفع إلى عدم تطبيق هذا البرنامج الحكومي. نشاهد الإصرار أيضا من قبل حكومة السيد السوداني والبداية حقيقة والاندفاع القوي، ونحن نتحدث بعض الأحيان ولبطولة 25 حق ليس بالبعيد علينا والذي فاز بها منتخبنا الوطني، كانت أساس الفوز هو اندفاع الفريق العراقي واستخدم أسلوب الهجوم. نعم هو خير وسيلة لتحقيق الإنجازات. وبالتالي بداية حكومة السيد السوداني عندما بدأت بالمهاجمة وبدأت بأن تنزل إلى الشارع بشكل حقيقي وبشكل واقعي، يجب أن تستمر على هذا المنوال، لا أن يكون حقيقة مرحلة وقتية بعد ذلك سوف حقيقة تصاب بالخمول وتيرتها تخف بهذه القضية وبالتالي يكون هنالك فشل في الأداء. بنفس الوقت وبنفس هذه الحدة الوتيرة والتقدم من قبل الحكومة العراقية، يجب أن يكون هنالك العمل متوازيا من قبل مجلس النواب العراقي مع الحكومة العراقية داعما ومشجعا ومتابعا ومراقبا لأدائها. وبالتالي يجب أن تكون هذه المراقبة والمتابعة والنقد يجب أن يكون نقدا بناء ومتابعة بناء ومراقبة بناء ومعارضة بناء في هذه القضية، من أجل أن يحقق الهدف الأساس الذي انطلقت منه هذه الحكومة والذي توافقت عليه جميع القوى والتي شكلت تحالف قوى الدولة والتي رفعت شعار هذا ما ابتدأنا به هو شعار حكومة الخدمات. كيف نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إن لم يكن هذا حقيقة العرض والفرشة التي تحدثنا عنها هي الأساس لإنجاح هذه الحكومة وتطبيق منهاجها وتطبيق حقيقة والوصول إلى الهدف المنشود. طيب دكتور محمود، يعني بالواقع مثل ما تفضل الأستاذ حيدر عرب أنه التحدي الأكبر هو دائما هو مدى تنفيذ البرامج والمشروعات اللي جرى تدوينها في البرنامج الحكومي. بالتالي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ملزمة بتنفيذ ما تعهدت به الحكومة، وماكو شك بأن الحكومات المتعاقبة من الواضح وحسب اللجان البرلمانية وتقييم الأداء مثل ما تفضلت حضرتك من الرقابة الشعبية الرقابة الإعلامية بأنهم لم تلتزم هذه الحكومات بشكل دقيق بما وعدت به من مشروعات. هنا نتحدث عن هذه المشروعات التي بدأت تتحقق، ولربما تجاوزنا بعض قصص الروتين، يعني فريق الجهد الخدمي واشتغالاته وإنجازاته، طرق الأبواب بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، فتح الشوارع المسدودة في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى اليوم الخط السريع بين اليوسفية والدورة، وما زالت الحكومة في هذه الإنجازات رغم عمرها القصير. هل أن هذه المقدمات ستؤدي إلى نتائج أكبر وأعمق وترسيخ حكومة الخدمات، ترسيخ هذا الشعار؟ أحسنتم. أولا نعتقد أن الحكومة ما زالت تقف على الساحل وإلى الآن لم تقتحم الميدان. وكل الذي أشرته
أو تحدثت عنه أو شرعت به ما زال هو الخطوة الأولى. نعم. يعني اليوم احتفلنا بشارع اللي هو شارع اليوسفية الدورة، واللي هو مؤجل، وكلما نمر على الخط السريع نشهد أن هنالك تلكؤا في هذا المشروع. يعني ليس سعادتنا جدا كبيرة بأننا نرى شارعا مبلطا بطول 14 كيلو. الآن دولة لها تاريخ ولها عراقة ولها هذه، أمام هذه الإمكانيات التقنية الكبيرة والمتطورة مثل هذه الشوارع تنجزها الشركات ربما خلال فترة أسبوع إذا ما منحتها إلى شركة متقدمة ومتوفرة مثل ما كان هو إلى بنى تحتية إلها. ولكن ما زالت سعادتنا كبيرة بأننا نقول قد وضعنا الخطوة الأولى. إلى الآن الحكومة لم تقدم شيئا كبيرا، ولكن نعتقد أننا عندما اقتحمنا ميدان الفساد والفساد الإداري وأشرت بعض الأسماء وأحيلت بعض الأسماء ربما هي بداية طيبة. هنالك تغيير في بعض المناصب لبعض الشخصيات، نرى أن الكتل السياسية وخاصة الإطار يصدرون البيانات بين الفينة والأخرى بدعم حكومة السيد السوداني. هنالك صمت من المعارضة وترقب إلى المنجز، وهذا شيء جيد. تعيين أعداد كبيرة من العقود والأجور اليومية، وإن كنا نؤشر ذلك بأن هذا سيثقل الميزانية أو الموازنة وسيحولها إلى تشغيلية فقط، ولكن هؤلاء قد قدموا خدمة وممكن أن يكون لهم مشروع آخر في داخل الوزارات. لكن نقول ما زلنا على الساحل. الشيء الآخر الذي لابد أن نتحدث به وبصراحة أننا نراقب وبشدة، لأننا ليس لدينا الوقت الكافي بأن نتأخر. سوف نقول هنالك تحديات واجهت السيد السوداني، نعم، واحدة منها قضية الدولار ورفع سعر صرف الدولار. ليس هنالك من دولة في العالم نهضت أو أمة نهضت إلا وواجهتها تحديات، وبالقدر الذي تكون فيه التحديات كبيرة يكون المنجز أكبر. هذه أمامنا الجمهورية الإسلامية الإيران منذ 43 عام وهم يقارعون الاستكبار. بدلاً من أن يصغر من حجمهم الاستكبار كبروا وأصبحوا بحجم وأكبر من التحديات. هذا هو الفعل الكبير للشعوب إذا ما أرادت أن تواجه التحديات. أمريكا الآن تمر بأزمات داخلية وأزمات خارجية، وواحدة من مشكلة أمريكا هي قضية الطاقة والصراع على الطاقة، ونعتقد أن العراق يملك من مصادر الطاقة ما يؤهله أن يكون لاعباً في هذا الميدان. إذا ما استثمرنا هذا الموضوع وعدم أخذ الأموال هذه ريع النفط وتوزيعها فقط رواتب، لأن الآن أنهكنا الموازنة بهذه الرواتب الثقيلة، بحيث أن السيد رئيس وزير الكهرباء في آخر جلسة معه قال أن الميزانية عالية، ميزانية الكهرباء، ولكن لم يبقى منها إلا قليل، يعني 3 مليارات من أصل 21 مليار، البقية تذهب للرواتب وتذهب إلى شراء الطاقة وكذلك للتأهيل، يعني للصيانة والتأهيل. هذا يجب أن ننظر له، بدل من أن نخلي في كل وزارة أكثر من 100,000 موظف فائض. عندما تسأل الآن بعض الوزراء يقول لك لدي 100,000 موظف فائض. طيب لماذا هذا الفائض وتمنحه أنت راتب؟ أولا سوف تعود شعبك على الكسل، أنه يستلم الرواتب بدون عمل ويصبح شعبا خاملا، وثانيا أنك تنهك ميزانيتك. الآن النفط ربما بهذه الأسعار سنتفاجأ يوما أن الأسعار تهبط وتصبح إلى مستوى قليل، وهذا يؤثر على عملنا، وستجد نفسها الوزارة والوزارات في حالة من الشده والقلق لأنها لا تستطيع أن تقدم ما ينفع. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات، وشكر موفور لحضرتك أستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات. أثريتم الحوار ضيوفا كراما، ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وإلى هذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا ومرحبا بك دكتور ضيفا كريما، نتحدث عن هذه المجزرة الإسرائيلية التي حدثت في جنين مؤخرا. يعني يقرأ بعض المختصين في شأن حكومة الاحتلال بأن نتنياهو قد نفذ هذه المجزرة رغبة في الهروب من سوء الأوضاع الداخلية التي تشهدها حكومته، بالتالي إن صحت هذه أو هذا التحليل، هل بأن الجرم الذي يمارسه نتنياهو وحكومة الاحتلال أصبح فناً في الجرم؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك سأل أحمد ومشاهديكم الكرام. حياك. في حقيقة الأمر أن هذه الجريمة وهذه المجزرة هي ليست الأولى من نوعها، تكررت المجازر على يعني منذ وجود إسرائيل في هذه المنطقة المحتلة لغاية الآن تتكرر هذه المجازر لأسباب متعددة. من أبرز تلك الأسباب أن إسرائيل عملت على تفتيت الوحدة الإسلامية وكذلك الوحدة العربية تجاه هذه القضية المركزية، وأصبحت قضية فلسطين مع الأسف ضحية الصراع السياسي ما بين زعماء السياسيين، يعني زعماء الدول العربية، باعتبار هناك فرقا كبيرا عندما نتحدث عن رؤساء الدول وشعوب الدول العربية. هناك موقف رافض لكل الممارسات والانتهاكات الموجودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بسؤال حضرتك، هل هذه المجزرة هي ردة فعل ومحاولة لغرض يعني إشغال الرأي العام الداخلي في داخل إسرائيل؟ في حقيقة الأمر الحكومة الحالية هي الحكومة الأكثر تطرفا على مر التاريخ، باعتبارها حكومة كانت يعني تشكلت من قبل حزب الليكود بداية بزعامة نتنياهو، إضافة إلى بن غفير باعتباره هو زعيم للقوة اليهودية، حزب القوة اليهودية. وأعتقد أن هذه الحكومة سوف لن تستمر طويلا لأسباب متعددة، باعتبار أن هناك رفضا إسرائيليا في الداخل الإسرائيلي هذه الحكومة، باعتبارها حكومة متطرفة، حكومة اليمين المتطرف. فضلا عن ذلك على المستوى الدولي أيضا في منذ بداية تشكيلها هناك مواقف، حتى الدول الحليفة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قد صرحت بتحفظ اتجاه هذه الحكومة باعتبارها حكومة يعني تحمل طابعا متطرفا. موضوع المجازر الموجودة والمستمرة سببها الأساس أن إسرائيل تعي جيدا وتدرك أنه لا يوجد هناك رد ووحدة موقف من قبل الدول على المستوى الإقليمي. فضلا عن ذلك إسرائيل تدرك جيدا لا يوجد هناك يعني موقف أيضا حازم على المستوى الدولي. النظام الدولي مع الأسف في هكذا قضايا دائما ما يجامل إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية. يعني أين هذه المواثيق لما أمام هذه الصورة القاسية اللي فرضتها حكومة الاحتلال، حكومة نتنياهو، حكومة أقصى اليمين المتطرفة واتساع رائحة الدم والبارود في المدن المحتلة؟ حضرتك تثير موضوع مهم جدا، نتساءل هنا عن الموقف والتحرك الدولي والأممي، أين هو؟ مع الأسف في بعض الأحيان النظام الدولي يتعامل بازدواجية في هذه القضايا المهمة، ولذلك نجد أن هناك بعض القضايا البسيطة هناك دعوة لمجلس الأمن لغرض الانعقاد وأصدار قرارات مهمة، وبعض القرارات قد تكون ضمن البند السابع تجاه الدول المعتدية باعتبار أن هذه بعض الانتهاكات تهدد السلم والأمن الدولي، ولذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة يفترض بمجلس الأمن يتحرك. هذه القضايا تهدد السلم والأمن الدولي بالذات في منطقة مهمة ومنطقة ساخنة، ولكن لا نجد لمجلس الأمن أي دور لغرض كبح يعني جماح القوات الإسرائيلية. وكذلك الحال أن هذه الحكومة من غير المستغرب النظر إلى هذه المجازر باعتبار أنها حكومة قد وعدت ناخبيها بأنها سوف تعمل على استيطان في الضفة الغربية وسوف تعمل على بعض القوانين القاسية تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما من هم يقاتلون يعني القوات الإسرائيلية، باعتبار أن هناك قانون قد يشرع لعقوبة الإعدام بكل من يحاول أن يدافع عن أرضه ويدافع عن حقه. فهذه الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية هي إجراءات غير مستغربة باعتبار أنها حكومة يعني ناتجة عن تحالفات، أغلب هذه التحالفات من قبل أحزاب يمينية متطرفة. ولذلك نعتقد أن الأيام القريبة سوف نشهد يعني موقف واضح من قبل الكثير من الدول تجاه هذه الحكومة، وقد يعني تظهر هناك تظاهرات في الداخل الإسرائيلي لغرض سحب الثقة عن هذه الحكومة وإيجاد حكومة أخرى تتعامل بأكثر
يعني عقلانية ببعض القضايا الحساسة. بالوقت الحاضر هذه الحكومة لا تتعامل بعقلانية مع هذه القضايا الحساسة باعتبار أنها لا تدرك تداعياتها، باعتبار أن هذه المجزرة وغيرها سوف تكون لها تداعيات كبيرة وقد تولد لنا انتفاضة فلسطينية جديدة. نعم. طيب من المستفيد يعني الرئيس من هذه المجازر أو من هذا الحراك الذي يوغل بالدماء ويتلذذ بهذا الجرم؟ يعني نتساءل عن هذا المستفيد الرئيس من تقريب مسارات التصادم، تعجيل الانفجار في الأراضي المحتلة. دكتور، صحيح أن الحكومة حكومة نتنياهو تحاول أن تظهر للرأي المحلي الداخلي داخل إسرائيل أنها تعمل لغرض أن تنتقم أو تحاول أن ترد على بعض العمليات التي قام بها الشعب الفلسطيني، ولكن في حقيقة الأمر أنها تعجل من نهاية هذه الحكومة باعتبار أن وجود الأزمات واشتدادها قد تؤدي إلى زيادة من التوتر. واليوم أعلنت الحكومة الفلسطينية، حكومة يعني السلطة الفلسطينية، أنها أوقفت التنسيق الأمني ما بينها وبين السلطات المحتلة، وهذا في حد ذاته يعتبر تطور خطير. حتى الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن هذا الموضوع وهذا التصرف مقلق للغاية، بمعنى أن هذه الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية قد تنعكس عليها. إضافة إلى مسألة مهمة في إطار يعني هذه التصرفات، هي لا تصب في مصلحة أحد وإنما هي استراتيجية متبعة من قبل إسرائيل تعمل في إطار التعامل باعتبارها أنها دولة حامية لمواطنون يتعرضون لتهديد، وعندما تعمل هذه الإجراءات قد تحاول أن تقنع الرأي بأنها تدافع عن مواطنوها. إضافة إلى مسألة أخرى، إسرائيل في إطار تعاملها مع هذه القضايا المهمة والجوهرية تتبع استراتيجية متعددة المراحل. المرحلة الأولى هي افتعال بعض الأزمات، المرحلة الثانية موضوع الذهاب في إطار ما يسمى بعملية السلام يعني المصطنعة فيما يتعلق بموضوع التطبيع مع بعض الدول، إضافة إلى أنها تعمل على إيجاد وافتعال أزمات في بعض البلدان المعينة كمساهمتها في إيجاد بعض الاحتجاجات التظاهرات وغيرها. نعم. طيب دكتور، هنا يعني خلينا نرجع إلى حيثيات هذه المجزرة، مجزرة جنين الموصوفة بالأشد بعد الانتفاضة الثانية. بالتأكيد أن هنالك دلالات الفعل وحجم الشراسة اللي نفذت قوات الاحتلال بها هاي العملية المكتملة الأركان. يعني دكتور نتحدث عن أن هنالك طائرات مسيرة، عن أن هنالك قصف المركبات يعني أو دخول مركبات مصفحة، أن يعني قذائف والرصاص الحي في داخل الأحياء السكنية. يعني هي ليست عملية كما كان يروج لها الاحتلال في هذه وفي غيرها بأن هنالك طعن للمستوطنين وردود أفعال وإلى غيره. اليوم أصبحت مسارات هذه المجازر تحدث بدون مبرر. نعم، في حقيقة الأمر هذا الموضوع بالرغم من بشاعته، ولكن إسرائيل تحاول من خلال وجود لها أدوات كثيرة حتى على مستوى الإعلام العالمي والإعلام الإقليمي لغرض أن توظف هذه الجرائم باعتبارها دفاع عن النفس. ولكن لو كان هناك تنسيق عالي في إطار الجهد الفلسطيني وهناك وحدة للصف اتجاه هذه القضايا الجوهرية، ولو كان هناك تنسيق كبير بين الجهد العسكري والجهد السياسي لاستطاع الفلسطينيون أن ينقلوا هذه القضية ويدولوها لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وقد يستطيعوا أن يتخذوا يعني اتجاه هذه القضايا قرارات مهمة ومصيرية قد تحاول أن تكبح جماح هذه القوات المعتدية. المشكلة دكتور يعني بالدم البارد، وهنا اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ منير الغول الإعلامي والناشط المجتمعي، يحدثنا عبر سكايب من فلسطين. أهلا بك سيد الغول، نتحدث عن هذه الحادثة البشعة، ولكن الأمر والأدهى بأنه عقب هذه الحادثة وعندما أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردت إسرائيل والإعلام العبري رد بأنه لم يسمع بذلك إلا من خلال الإعلام. يعني هذا المثل، إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. بالفعل مساء الخير. بداية موضوعة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين والتي ارتقى خلالها 10 شهداء فلسطينيين، والأحداث التي
عقبتها أيضا من خلال عملية هدم جدران داخلية لمنزل عائلة الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط، دفعت السلطة الوطنية لاتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني مع الكيان المحتل. ولكن إسرائيل دائما التي تعودت على لغة القتل والذبح والتهجير والطرد الخاصة بالفلسطينيين، ادعت أنها لم تصلها رسالة واضحة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هي تمعن في عملياتها وتعطي مؤشر لاستمرار هذه العمليات. وما شاهدناه خلال الأيام الثلاثة والأربعة الماضية من عمليات هدم المنازل في مدينة القدس وتجسيد حي لهذه السياسة، ولدينا خلال شهر كانون الثاني الماضي 5 شهداء في مدينة القدس. طيب الفصائل المقاومة سيد منير يعني نفذت عمليتين في القدس كرد فعل أولي، يعني هذا إذا فسرناه يعني أن غزة مناطق أخرى هل ستكون مرشحة بأن تدخل على خط المواجهة؟ التي نفذت في مستوطنة النبي يعقوب شمال مدينة القدس وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك هي عمليات تنطلق من الإطار الفردي، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يوجد رد جماعي من قبل فصائل المقاومة سواء الوطنية أو الإسلامية، باستثناء محاولتين من الجهاد الإسلامي لإطلاق صواريخ قبل 5 أيام على الداخل الفلسطيني والمنتصبات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. ومساء اليوم عند الساعة 5:30 بتوقيت فلسطين، 6:30 بتوقيت بغداد، حيث أطلق صاروخ اعترضت مساره القبة الحديدية، وذلك في رسالة تحذير للكيان المحتل بعدم الإمعان في سياسة اضطهاد وهضم حقوق الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يعانون من أوضاع معيشية قاسية جدا داخل السجون. طيب دكتور طارق، يعني نتحدث هنا عن هذه المنطقة بصراحة، بأنه من خلال المتابعة التاريخية لسلسلة الأحداث اكتشفنا بأن هنالك في شهر نيسان من عام 2002 كان هنالك اجتياح للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين خلال عملية أطلق عليها الدرع الواقي، وقتل 52 من سكان هذا المخيم وفق تقرير للأمم المتحدة في حينه. بالتالي نتحدث عن هذه العمليات الممنهجة من عام 2002 وعلى نفس المناطق، واليوم تكون هذه المجزرة في هذه الأيام. بالتالي هل أن هذا الفعل يعني الممنهج سيتركز على مناطق أخرى، وما النتائج التي ستؤدي إلى كل هذه المقدمات؟ حقيقة إسرائيل بعد أن حاولت أن تحول الصراع من صراع يعني إسرائيلي مع يعني العرب بشكل عام والمسلمون بشكل عام إلى صراعات بينية ما بين الداخل الفلسطيني، وكذلك صراعات بينية ما بين المسلمين أنفسهم، حاولت أن تضعف الموقف اتجاه هذه الجرائم وهذه الممارسات التي بدأت منذ بدايات الانتفاضة ومنذ 67 صعودا، وهي حقيقة هي ليست من 67، ابتدأت منذ وجود إسرائيل منذ 1948، ولكن تختلف الحدة حسب طبيعة الردود. بالوقت الحاضر هذه العمليات بدأت تزداد بعد أن استطاعت إسرائيل أن يعني تشتت الموقف اتجاه هذه القضايا، يعني الموقف أقصد العربي، الموقف الإسلامي، الموقف الفلسطيني، عملت على تفتيت يعني العدو من وجهة نظرهم، من وجهة نظر الفلسطينيين، وبالتالي استمرت في هذه الجرائم، وأعتقد سوف تستمر لطالما لا يوجد هناك رادع. أي عملية لطالما لا يوجد أمامها رادع تستمر. إسرائيل بالوقت الحاضر صحيح هي تترقب وتتخوف من ردود الأفعال الفلسطينية الداخلية، ولكن هي تحاول أن تتكئ على المرتكز الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار موقفها هو موقف ليس موقفا حياديا وإنما موقفا منحاز لإسرائيل على حساب الفلسطينيين.
صحيح هذه الرؤية هي رؤية ضمن يعني الاستراتيجية الإسرائيلية، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الشعوب العربية بشكل عام وبالذات الشعب الفلسطيني كلما يعني تقسى يعني يتم القسوة تجاهها كلما يزداد قوة ومثابرة، وهذا الموضوع يعني التجارب التاريخية ليس من باب يعني المجاملة، وإنما التجارب التاريخية التي على مر السنين أثبتت أن هذا الشعب شعب صامد يحاول أن يدافع عن حقوق المشروعة، حقوق التاريخية، حقوق القانونية، ولكن مع الأسف المشكلة اللي تواجهه أن الشعب الفلسطيني بالداخل هناك محاولة لشق الصف ما بين حماس وفتح. لو كان هناك تنسيق عالي ما بين فتح وحماس بالذات في هذه القضايا، وهناك تنسيق عالي بين الجهد الدبلوماسي الذي يدافع في إطار المحافل الدولية وبين الجهد العسكري اللي يحاول يدافع عن يعني الأرض الفلسطينية، لاستطاعت فلسطين أن تحقق مكاسب كبيرة. ولكن مع الأسف هناك بعض المحاولات لغرض التشكيك بالنوايا، كل جهة تشكك بالنوايا الأخرى، الجهد السياسي يشكك بالجهد العسكري، الجهد العسكري يشكك بالجهد السياسي، وهذا ما عملت عليه إسرائيل ولا زالت تعمل على ضرورة عدم وجود موقف موحد لغرض عدم تكرار هكذا جرائم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ منير الغول الصحفي والإعلامي والناشط المجتمع، حدثنا عبر سكايب من فلسطين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.